السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على موضوع استغلال الفوسفات في تاع جبل العنق في الجهة الشرقية تاع الوطن، وهذا المشروع تاع استغلال الفوسفات بكميات كبيرة جدا. يعني بعد ما تم اتفاقيات إطار مع الجانب الصيني، ظهر باللي كاين أمريكيين تاع بيشتر، هذه الاساسيتي أمريكان بيشتر، تعود إلى منافسة الشريك الصيني سي سي تي، هذا شريك صيني في يعني الظفر بالمشروع نتاع استغلال الفوسفات في الجهة الشرقية للبلاد. وعلى حسب هذا، على حسب تقرير نتاع شركة تاع مجلة أفريكا انتليجنس، هذه المجلة نتاع مختصة في الشؤون الاقتصادية والتكنولوجيات المتقدمة، التكنولوجي دي بوينت، وهي تنشط في الميدان منذ 1992، أكثر من تقريبا 30 سنة، وهي تنشر في ميادين الاقتصاد وفي البلدان نتاع إفريقيا. يعني جات بتقرير على أن المشروع فيه، على حسب ما يظهر، فيه جهات تريد تعطيل المشروع، تريد تعطيل المشروع هذا لأنه ينافس بالدرجة الأولى، ينافس الدولة الجارة المغرب الأقصى في استغلال الفوسفات، وكذلك ينافسها في الاستحواذ على الأسواق الخارجية في ميدان التصدير. إذن تقدر تكون فيها، يعني كما نقولوا حنايا، سابوتاج نتاع المشروع، لأن المشروع راح حابس، راح حابس، ما كانش يعني، ولا راح يمشي ببطء جدا، ما كانش تحرك يعني من جانب الصيني ولا من جانب السلطات الجزائرية لتفعيل المشروع هذا والمضي قدما في مراحل نتاع الاستغلال ولا تطوير المشروع، يعني من ناحية البنى التحتية. احنا نعرف بلي ان شركة انفرافير الجزائرية راهي تنجز في خطين نتاع السكك الحديدية اللي وصلوا الى منطقة ولاية تبسة. الخط الاول تاع السكك الحديدية يروح اتجاه باتنا ومسيلة إلى الجهة الغربية عبر الهضاب العليا، والخط الآخر يروح نحو الشمال باتجاه عنابة. إذن عنابة، وهذاك الخط اللي رايح في الشمال هو موجود يعني منذ الاستقلال، لأن الاستغلال بتاع الفوسفات في الجزائر موجود منذ عشرات السنين، لكن الكمية بكميات متوسطة. وكذلك كان فيه خط واحد، والآن هي الأشغال لازدواجية الخط وتحديثه تجاه الشمال. إذن الأشغال نتاع تطوير الخط السكك الحديدية يعني في ازدواجية، وكذلك التحسين نتاع المسار
نتاع الخط هذا، ونعرف باللي هذه الخطوط سوف تساعد كثيرا في الاستغلال نتاع لي مينري تاع لي مين دو فوسفات في نواحي جبل العنق. وكذلك نزيد نأكد أمر مهم جدا، وهو أن الفوسفات يدخل، يعني هي مادة خام، لكن هي المادة هذه تدخل في كثير من المجالات، منها الفلاحة، عندك تنتج الأمونياك، تنتج الفيرتيليزون، هذوك المخصبات الفلاحية تدخل في كثير من المجالات. إذا هذا المشروع نتاع الفوسفات في الجزائر لازم ياخذ مجراه الطبيعي، لازم ياخذ المجرى ديالو الطبيعي لكي نخرجوا من التبعية للغاز والبترول. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.